بايركتار تي بي 4 قادمة. مفاجأة نارية، تركيا تكشف عن مقاتلة بايركتار تي بي 4. كشفت شركة بايكار لصناعة المركبات الجوية بدون طيار المسلحة والاستكشافية عن بدء عمليات التصميم للمقاتلة بايركتار تي بي 4 المسيرة. كما أعلنت الشركة إنتاجها 300 طائرة بدون طيار من طرازات مختلفة حتى الآن. وبعد المركبة الجوية المسلحة بدون طيار بايركتار تي بي 2، تواصل الشركة جهودها لتطوير بايركتار تي بي 3 لاستخدامها على المنصات البحرية مثل تي جي جي أناضولو. ومن المتوقع أن تقوم بايركتار تي بي 3 المزودة بأجنحة قابلة للطي ومحرك أكثر قوة برحلتها الأولى في يناير 2023. وفي موضوع ذي صلة، كشفت الإذاعة الأوكرانية الرسمية أنه سيجري افتتاح مصنع تابع لشركة بايكار لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا قريبا. يلاحظ أن الطائرة بدون طيار التي تمت مشاركة صورتها تشبه بايركتار تي بي 2 وتي بي 3 بشكل عام، لكن جسمها أكثر انبساطا بحيث يسهم في تقليل مساحة المقطع العرضي للرادار RCA، ويجعل من الصعب جدا اكتشافها عبر المنظومات الدفاعية الجوية.